بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة اللي هو إيش؟ الكاونتر. ديزاين أوف كاونتر. كاونتر جمع الدادات، أي تعد الأرقام. تعد الأرقام ممكن تكون إيش؟ تصاعديا أو تناوليا، أو حتى تصاعديا وتناوليا في نفس الوقت أو بشكل رندر. في المحاضرة هذه سوف نقرأ إيش اللي هو الأب كاونتر فقط. الأب كاونتر ديزاين أمثلة على تصميم إيش الأب كاونتر. الأب كاونتر لها تطبيقات عديدة في كاونت ايفنتس، في لما نصمم اي سيستم، في الامبيد سيستم، في الانترنت اوف ثينج، في الديجيتال سيستم، وايضا ممكن تستخدم كايش كتايمر لحساب توقيتات. هذا ستعرفونه في كورسات قادمة مثل الامبيد سيستم مايكرو بروسيسور وغيره. في هذه المحاضرة سنقوم بايش تصميم الكاونتر اللي هو ايش من نوع سينكرونس، سنوضح في السلايدات القادمة. هذا تصنيف الكاونترز، انواع الكاونترز ممكن تكون اسينكرونس. وكلمة اسينكرونس معناته انه ايش؟ في الكلوب كيدز او يتغذى او يشتغل على كل الفيلم كلوب المستخدمة في هذا الكاونتر، تشتغل بناء على اسوليتورز مختلفة، يعني لا تشتغل من نفس الاسوليتور كل الفيلم كلوب المكونة لهذا النظام او هذه الدائرة. بينما السينكرونس كاونتر فهو مثال للايش؟ لاي سيكونشال لوجيك سيركت التي كل المكونات الخاصه فيها الميموري اليمنتس اللي هي الفليب فلوبس تشتغل من نفس الايش؟ من نفس الاوسيليتور او الكلوك سيجنال اوسيليتور. موضوعنا هو سيركز على تصميم السينكرونس كاونتر. الاسينكرونس كاونتر اخذنا عليه مثال لما قلنا تطبيقات الفليب فلوبس، وسنراجع هذا المثال حاليا في سلايد قادم. هذا مثال للأسينكرونس كاونتر. لو تفتكروا أخذنا التطبيق الثالث من تطبيقات الفليب فلوبس في المحاضرة التي استكملنا فيها موضوع الفليب فلوب والميمري إليمنت مع لاتشز مع غيره. أخذنا أمثلة على الأبليكيشنز للفليب فلوب. كان من الأمثلة هذه عرفنا الفريكونسي ديفيجن أبليكيشن، وعرفنا أيضا في الستورج في تكوين الشيفت ريجستر اللي هو موضوع قادم ايضا في هذا الكورس اليوم الان. وعرفنا ايضا التطبيق الثالث اللي هو ايش في الكاونتر. اخذنا مثال على ذلك اللي كان ايش لما اخذنا مثال في المحاضره اللي هو ايش هذا المثال بالضبط. استخدمنا مع جي كي، وممكن نستخدم جي كي او تي، ولكن لما استخدمنا الجي كي كان الجي والتي متوصل بايش بلوجيك 1، يعني عمل نفس الفانكشن حق مين؟ حق التوجل او القلاب الفليب فلوب اللي هو ايش من نوع قلاب. تعال لاحظ اولا لماذا نسميه اسينكرونس كاونتر. لماذا نسميه اسينكرونس كاونتر؟ اسينكرونس كاونتر اي ان الكلوك الداخله على الفليب فلوبز المختلفه ليست واحده لكل الفليب فلوب. لو نلاحظ مثلا الكلوك سيجنال جايه الاكسترنالي هي متصله على اول فليب فلوب، بينما ثاني فليب فلوب الكلوك سيجنال الخاصه فيه هي جايه من ايش؟ من الاوتبوت من النيجاتيف من الكيو داش للفليب فلوب الاولاني، وهكذا. اذا هذه سيجنال او كلوك سيجنال تختلف عن الكلوك سيجنال الانبوت، ونفس الكلام بالنسبه للثالث يختلف والرابع يختلف. لو اختلف حتى اثنين في الكلوب فقط من الباقي كلهم فبالتالي نسميها ايش؟ اسينكرونس، غير متزامنه، ليست منتظمه. المنتظمه هي التي كل الفلفلوب ايش يكون لهم نفس الكلوك سيجنال. اذا كانت هذه الكلوك سيجنال كانت موصله على كل الفلفلوب جميعا ففي هذه الحاله نسميها ايش؟ سينكرونس. السينكرونس كاونتر سنأخذه ايش في المحاضرة في السلايدات القادمة. هذا المثال طبعا ممكن نصمم اي اسينكرونس كاونتر من ايش من ام بت. ام بت يعني ان فليب فلوب، كل بت تحتاج الى 1 فليب فلوب ليش الاحتفاظ بهذا البت. احنا هنا سنصمم اللي هو ايش هذا بهذا الشكل. طبعا لو تلاحظ انه هذا تي فليب فلوب، وبالتالي تي فليب فلوب اذا قالي 0 لا يتغير، اذا جاء له 1 سيغير الاوتبوت، اذا كان الاوتبوت 0 سينقلب الى 1، او اذا كان 1 سينقلب الى ايش الى 0. هذا التايمينج ديجرام يوضح ان هذا البروك ديجرام او هذا الكاونتر يشتغل كايش كاب كاونتر. هذه الكلوك سيجنال الاساسيه اللي داخله على اول فليب فلوب، فرض انها هي سكوير ويفز ترين اوف بلسز اوف سكوير بلسز، لها نفس الايش الديوريشن، نفس الديوريشن هذا البريود، نفس هذا البريود، نفس البريود اللي بعده، نفس وهكذا. الكيونت طبعا لو فرضنا انها في البدايه كانت زيرو، هذا افتراض دائما، فبالتالي عند اول بوزيتيف ليش بوزيتيف انتجر؟ لانه هذا اصلا مع الفلفل هذا ايش
دال على انه في البوزيتيف، التغير يصير في البوزيتيف، التغير يصير في البوزيتيف. فعند عند اول تغير للكلوك سيجنال اصبحت القيمه قد تقلبت من 0 الى 1، ستستمر في هذا القيمه 1 الى ثاني بلس، الى ثاني بوزيتيف ايدج تريجر، وايضا هنا ستقلب الى ايش؟ الى 0، وهكذا ستستمر ب 0 الى ثاني الى ثالث بلس وتقلب الى 1، وهكذا تستمر العمليه الى ما لا نهايه. الكيو 1 اصبحت تشتغل على مين؟ على الكيو نوت داش. يعني ايش الكيو نوت داش؟ هذا الكيو نوت داش لأن هي الموصلة على مين؟ على الكلوك الخاص بمين؟ بالثاني بالكلوك. فلو تلاحظ هنا متى سيكون التغيير؟ يعني معناته ما دام هي متصلة ليست على الكيو نوت وإنما على مقلوبها، إذا سنتعامل مع مين؟ مع النيجاتيف إيدج هنا. هي بوزيتيف إيدج صحيح، لكن لأن ايش؟ ارسم الكيو نوت داش فتلاقي أن ايش؟ أنها عكس هذا الكيو نوت، فالنيجاتيف بالنسبة للكيو نوت النيجاتيف إيدج تريجر هي تمثل البوزيتيف إيدج تريجر من الكيو نوت داش. عند هذه اللحظة طبعا لو افترضنا برضه نفس الفكرة انه ابتدينا من 0 فسيستمر 0 الى اول نيجاتيف ايدج تريجر سيقلب الى 1، وهكذا سيستمر ثم يقلب الى 0 عند او ثاني نيجاتيف ايدج تريجر، وهكذا سيستمر على 0 الى ثالث نيجاتيف ايدج تريجر هنا يقلب الى 1، وهكذا تستمر العملية. نفس الكلام بالنسبة للكيو نوت او الاوتبوت الخاص بالفليب فلوب الثاني الثالث. إذا افترضنا أنه ابتدى بزيرو نفس الكلام، هو يتغذى من الكيو 1 داش وليس الكيو 1، فبالتالي نشوف فين النيجاتيف تريجر هذه. إذا أول قلبة من 0 إلى 1 هنا، ثم أو ثاني النيجاتيف تريجر هنا ستكون قلبة إلى إيش؟ إلى 0 مرة ثانية، وهكذا نيجي على إيش؟ الكيو 4 اللي هي الأوتبوت للفليب فلوب الثالث. الكيو 3 ابتدينا بزيرو إلى أول نيجاتيف تريجر للكيو 3، النيجاتيف ايدج تريجر هذه هي تمثل بوزيتيف ايدج تريجر لمين؟ للكيو 3 داش، للكيو 3 داش اللي هي لانها هذا هو الكلوك الخاص برابع في الكلوك جاي من الكيو 3 داش وليس ايش؟ الكيو 3. طبعا كيو نوت من الكيو 2 عفوا وليس الكيو 3. فبالتالي هنا ايش؟ لو جينا كيف نعرف ان هذا كاونتر؟ تعال شوف هذا رتب، هذا يمثل ايش؟ لوجيك 1، او نبتدي من هنا مثلا. هذا 0 0 0 0 كله هذا لوجيك 0، اذا الرقم 0 في الديسبل. هذا 1 0 0 0 اذا لوجيك 1، هنا اكتبهم في تيبل. وهذا 0 1 0 0 لوجيك 2، وبعدين 1 1 0 0 اللي هو 3، ثم 0 1 0 طبعا 0 0 1 0 اللي هو ايش؟ 4، وهكذا. تلاحظ انه ايش؟ يعني اب كاونتر متى سيعود مره اخرى الى اللوجيك 0 0 0 لكل الفليب فلوب؟ لما يصل الى الرقم كم؟ 7، اللي هو الرقم 7 لسه هنا ايش؟ مش موضح. لو انت ممكن تكمل هذا الدياجرام ستلاقي عندما يصبح هنا 1 1 1 لكل للاربعه فليب فلوب، بعدهم مباشره سيعود مره ثانيه ايش؟ الى 0 0 0 وتعاود هذا السيكونس من جديد. اذا هذا اب كاونتر بيستخدم ايش؟ اسينكرونس كاونتر او ما يسمى بالريبل كاونتر. الريبل كاونتر نيجي الان الى موضوعنا الاهم في هذه المحاضره اللي هو ايش؟ تصميم اللي هم نوع سينكرونس كاونتر، العدادات المتزامنه او المنتظمه. اولا كلاسيفيكيشن او يعني تقسيم، احنا بنقسم بشكل بناء على ما نطبقه او ما الأمثلة التي سنجريها في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية. ممكن يكون الكاونتر أب كاونتر أو داون كاونتر أو أب مع داون كاونتر بنفس الوقت، سنشوف في المحاضرة القادمة، أو راندوم كاونتر وليس عشوائي تماما، وإنما إيش؟ عندما تكون الأعداد التي نعدها الكاونتر ليست متتابعة، مثلا ليست 1 2 3 4، لو كان الأعداد الزوجية 0 2 4 فهذا نسميه راندوم، اعداد فرديه نسميه راندوم. يعني عندما نتجاهل بعض السيكونس في اللي هم على نفس الترتيب فنسميه ايش؟ راندوم كاونتر، او نسميه ويذ ان يوزد ايش؟ ديجيت. المحاضره هذه سنستكمل اللي هو تصميم الاب كاونتر والداون كاونتر. ديزاين اوف كاونتر، طبعا اي سيكونشي هو سيكونشي لوجيك سيركت، ولكن هي تمشي او تمر
عبر بري سكرايب سيكونس، يعني خلال سيكونسز محددة ومعروفة للحالات. طبعا اي سيكونشال سيركت او اي شيفت ريجستر يمر خلال حالات محددة للاوتبوت تبعه نسميه ايش؟ كاونتر. يعني عندما يمر ب 1 2 3 4 5 ثم يكرر هذه العملية او هذه الارقام نسميه ايش؟ كاونتر، لانه يمشي على سيكونسز محددة وثابتة. الانبوت بلس كيلد كاونت بلسز، يعني طبعا الو الكاونت احنا بن ابلاي الكلوك سيجنال، وبالتالي من خلالها يتم ايش؟ التغيير من حالة الى حالة اخرى، من حالة الى حالة اخرى، يعني من رقم الى رقم اخر. الكاونتر the sequence of states may be binary count or any other sequence of a count. طبعا a counter that follows a binary sequence نسميه ايش؟ binary counter. هو طبعا احنا بنشتغل على ديجيتال، فهو ايش؟ binary counter. اي n bit binary counter، ولما نقول n bit binary counter يعني اذا كانوا 2 بت، يعني اكبر كومباينيشن 4 كومباينيشن من 0 الى 3، اذا كان 3 بت هو من 0 الى 7 اللي هو 8 كومباينيشن، اذا كان ال n هنا 8 بت هو 256 كومباينيشن من 0 الى 255. طبعا consist of n flip flop. لما يكون انا اريد ان احتفظ ب n بت لابد ان احتاج الى كم؟ الى n flip flop. n هذا الكابيتال هو نفسه ال n small هنا، فمعناته ان ايش؟ اذا نحتاج الى n عدد n من ايش؟ من الفليب فلوب لكي نكون او نصمم كاونتر يعد او يمشي او يمثل n bit binary counter، سواء كان يمشي خلال كل السيكونسز او بعض السيكونسز او up او down او ايا كان. طبعا الكومباينيشن زي ما وضحنا من 0 الى 2 اس n، يعني اذا كان ال n 3 بت من 0 الى 7، مش الى 2 اس ان بالضبط، الى 2 اس ان ناقص 1 ناقص 1، يعني من 0 الى 7 كل الكومباينيشن هم 2 اس ان، اللي هم 8 كومباينيشن مع الزيرو. باينري كاونتر ديزاين، هذا اول مثال اللي هو تصميم اب كاونتر. هنا ايش؟ اب كاونتر، اب كاونتر، اب كاونتر اكزامبل. هذا المثال سنكرره ثلاث مرات، سنحله بثلاث طرق مختلفة. كيف بثلاث طرق مختلفة؟ المرة الأولى سنحل أو سنصمم هذا الكاونتر باستخدام الجي كي فليب فلوب، المرة الثانية سنصممه باستخدام التي فليب فلوب، والمرة الثالثة سنصممه باستخدام الدي فليب فلوب. ثم إلي بعد ذلك مثال آخر اللي هو عن مين؟ عن الداون كاونتر، وتنتهي هذه المحاضرة. Binary counter example 1 design a synchronous counter which counts الذي يعد as the following 0 1 2 3 4 5 6 7 ثم يكرر العملية ايش؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 الى ما لا نهاية، بحسب مين؟ بحسب الكلوك اللي ايش؟ بتغذيه. اذا كل ما قال يعني كلوك بحسب ما نوع الفلفل اللي استخدموه، بوزيتيف ايدج ولا نيجاتيف ايدج، كل ما قالوا بوزيتيف ايدج كلوك او بلس، فبالتالي سيغير من ايش؟ من حاله الى حاله اخرى. اذا كان عند 0 سينتقل الى 1، اذا كان عند 5 سينتقل الى 6، واذا عند 7 سيعد مره اخرى الى ايش؟ الى 0. وهذا التصميم اولا باستخدام ايش؟ الجي كي فليب فلوب. المثال الاول هو طبعا مطلوب كمان تصميم كاونتر اب كاونتر من 0 الى 7. طبعا سنمشي بخطوات تصميم اي سيكونشال لوجيك سيركت اللي احنا نعرفها. الخطوات المتابعة، أولا construction of the state diagram، الـ state machine diagram. لو نلاحظ أنه عندنا سبع ثمان حالات، الحالة الأولى الـ start، هذه أشرنا عليها كذا start، صح؟ 0 0 0 0. الحالة التالية هي 1 0 0 1، 2 3 0 1 1، 4 1 0 0 1 0 1 اللي هو 5، وهكذا حتى نصل لاخر الست اللي هي 7 111، ثم يعود مره ثانيه ايش؟ يطبق الـ 000. ما دام معنا 8 كومبينيشن او 8 حالات، وبالتالي يحتاج الى 3 بت، اي ان عدد الفليب فلوب المطلوبه هم 3. اذا اولا نحدد ايش؟ عدد الفليب فلوب المطلوبه للتصميم هذا هو ايش؟ 3 فليب فلوب. كونا الست ماشين ديجرام، قال هنا الست ديجرام از 3 بت باينري كاونتر، تسميته طبعا 3 بت باينري اب كاونتر. ثم نقوم الحالة الثانية اللي هو تكوين النكست ستيت ديجرام،
من وين؟ هو بناء على الستيت ماشين ديجرام. هذا قلنا ايش دائما نقول انه ستيت ماشين ديجرام والستيت تيبل ديجرام هما حاجه واحده، نكون من الاول ايش نكون الثاني او العكس بالعكس. هذا الستيت زيرو اذا كنت عند الستيت زيرو 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 سميتهم كيو نوت كيو 1 كيو 2 الاوتبوت حق الفليب فلوب. طبعا التيبل يتكون من ايش؟ من البريزنت ستيت والنكست ستيت. البريزنت ستيت والنكست ستيت 0 0 0 ياتي بعدها ايش؟ 0 0 1. لو قلنا الى 0 1 1 اللي هو رقم 3 سياتي بعدها 4 اللي هو يعني النكست ستيت حقها هو ايش؟ 1 0 0. اخر ستيت اللي هي 7 1 1 1 1 ستكون حقها ايش؟ النكست ستيت هي كم؟ 0 0 0 اللي هو يعود مره ثانيه من جديد الى الصفر ويبتدي ايش؟ يعود مره ثانيه اب كاونتنج من 0 الى 7 وهكذا الى ما لا نهايه. هو اعطاك هنا ملاحظه ما دام ان معنا 8 حالات 8 ستيتس فبالتالي عدد الفليب فلوب 3 واللي هو ايش نمبر فليب فلوب ريكوايرد باي ذا ديزاين ايش از 3 فليب فلوب. هذه الخطوه الاولى كونا الست ماشين ديجرام. الخطوه الثانيه هو عملنا اوبتين للنكس ستيت تيبل ثم نكون النكس ستيت باينري تيبل او ترانزيشن تيبل. هو هذا التيبل سنضيف بجانبه اللي هو ايش اشتقاق معادلات من الفليب فلوب الانبوت للفليب فلوب. نحن هنا سنستخدم من الجي كي، بالتالي حيكون معنا جي نوت كي نوت او جي 2 كي 2 ثم جي 1 كي 1 ثم جي نوت كي نوت كما سنلاحظ في السلايد. هذا هو التيبل السابق بريزنت ستيت ونكست ستيت ثم جي 2 كي 2 جي 1 كي 1 وجي نوت كي نوت. نشتق هذا بناء على مين؟ بناء على الكاركترستيك تيبل الخاص بايش؟ بالجي كي. اكتبه هنا جانبيا الكاركترستيك تيبل الخاص بالجي كي كيو نوت الى كيو نوت بلس 0 الى 0 ماذا تكون قيمة الجي والكي وهكذا. اذا طبعا من هنا نجي ايش عند الكيو نوت 2 0 بريزنت ستيت والنكس ستيت 0 0 ل 0 لابد ان تكون ايش 0 اكس اللي جي 2 كي 2. اللي بعده هنا 0 وايضا 0 فايضا نفس الكلام حتكون ايش 0 ودونت كير اللي هو اكس. الكيو نوت هنا 0 بريزنت ستيت و1 نكست ستيت ستكون ايش 1x 1x وهكذا لنكمل التيبل هذا كامل الخاص بالجي 2 والكي 2 والخاص بالجي 1 والكي 1 والجي نوت والكي نوت. لو جينا نلاحظ اخر او قبل الاخير هذا 1 بريزنت ستيت 1 نكست ستيت حتكون ايش اكس و0 ونفس الكلام 1 1 للكي 2 والكي 2 بلس او البريزنت ستيت مع النكست ستيت 1 الى 1 راح يكون ايضا ايش اكس 0 0 الى 1 ايضا حيكون ايش 1 اكس حيكون 1 اكس كما نلاحظ ايش هنا في اخر كولون اللي هو ايش مثل جينوس كينوس حيكون ايش 1 اكس وهكذا بالنسبه لاخر واحد 1 1 1 الى 0 0 0 برضه نجي على ايش كيو 2 هنا 1 وكيو 2 بلس النكست ستيت 0 1 الى 0 ايش اكس 1 ونفس الكلام حيكون ايش اكس 1 اكس 1 لانهما ايش نفس الحاله من 1 الانتقال من بريزنت ستيت كان 1 والنكست ستيت 0 فالجي والكي يكون ايش اكس 1. رقم 4 ترانسفير. طبعا بناء على هذا التيبل ليش وجدنا هذا التيبل؟ من خلال هذا التيبل الان نقوم باستخدام مين؟ كارف ماب لكي نستنبط او نستنتج معادله الجي 2 ونستنتج معادله الكي 2 ونستنتج معادلة الجي 1 ونستنتج معادلة الكي 1 ثم نستنتج معادلة الجي نوت ومعادلة الكي نوت. إذا كم عدد الفلفل المطلوبة؟ 1 2 3 4 5 6. هذا الـ 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 طبعا بناء على من هو الانبوت اللي عندنا؟ هم البريزنت ستيت هذول كيو 2 كيو 1 وكيو نوت. وطبعا إذا هنا 0 0 0 هذا يمثل ايش؟ أول ستيت هنا 0 0 0. ما هي القيمة اللي نحطها بالنسبة لهذه الخانة؟ هي قيمة الجي 2 اللي هي ايش هنا؟ بزيرو هذه. طب وهكذا نفس الكلام بالنسبة ل 001 هذه الحالة الثانية كم قيمة الجي 2؟ زيرو أيضا وبالتالي هنا ايش حط زيرو. اللي بعده 010 اللي هي 010 هذه الحالة اللي أيضا ايش؟ بصفر. لو جينا لحظة نزيد اللي بعده لأنها مختلفة 0 1 1 حنلاقي ان ايش قيمة الجي 2 بكم؟ بواحد. هذا 0 1 1
Q1 هنا وهنا ايش؟ Q0. وهكذا نكمل كل الايش؟ الخانات الخاصة بايش؟ بالجي 2 ثم الخانات الخاصة بالجي 1 ثم الخانات الخاصة ب طبعا هذا جي 1 وهذا ايش؟ حيكون هنا جي نوت ثم كي 2 وكي 1 وكي 1 وكي نوت. ممكن نشوف هنا اين الوحايد مع استخدام الدونت كير للحالات الايش؟ التي تساعد على التبسيط. اذا هنا اخذ اثنين هذا فقط، ما ينفعش ما نقدرش ناخذ ثلاثه، ولا لابد يكون ايش؟ يا اما خانه يا اما خانتين يا اما اربع، زي ما نعرف دائما باستخدام تقنيه الكرنف ماب. هنا الخانتين هذول مع بعض، نشوف هنا ما الذي تغير؟ ال Q2 0 الى 1 طارت، ال Q1 بقت كما هي، اذا ايش؟ Q1. وهنا ايضا ايش؟ ال Q نوت تعد كما هي اللي هو 1، اذا ايش؟ حتكون معادله ال G2 بتساوي ايش؟ Q1 Q نوت. هذا اللي هو جي 2 عباره عن ايش؟ كي 1 كي نوت. جي 1 العمود هذا كامل اربعه ممكن ناخذه، وبالتالي معادله عباره عن ايش؟ كي نوت. هنا كل لانه ايش؟ دونت كير او وحايد كل الستيتس، وبالتالي ممكن ناخذهم كلهم مع بعض، وبالتالي المعادله العقلية تكون كم؟ لوجيك 1 واحد دائم. وهذه هي نفسها من الجي 2 لمعادله الكي 2. الكي نوت ايضا كله بيساوي واحد، الكي 1 ايضا عباره عن ايش؟ نفسه ايش؟ الجي 1 واللي يساوي كم؟ كي نوت. بعد ما كونا معادلات الانبوت للفليب فلوب الثلاثه، نيجي نرسم البلوك ديجرام كاخر خطوه في التصميم. اذا الخطوات مشينا عليها، اولا كونا ستيت ماشين ديجرام، ثم عملنا كونستراكشن او للستيت تيبل، ثم الان امبلمنتيشن الكاونتر ديزاين، او كونا ما نسميه ترانزيشن تيبل او الاكسيتيشن تيبل. الخطوه الثالثه، الخطوه الرابعه اوجدنا معادلات الانبوت فانكشن الجي كي فليب فلوب. الخطوه الخامسه هي الامبلمنتيشن او التصميم او الرسم، اللي هو نرسم البلوك ديجرام. هذا الجي 1 والكي 1 معادلتهم تساوي واحد وحده كما هي. الجي طبعا هنا ايش؟ الجي نوت كي نوت، وهذا الجي 1 كي 1 معادلتهم هي عباره عن كم؟ كيو نوت. والجي 2 مع الكي 2 معادلته عباره عن ايش؟ اند ما بين من؟ ما بين كيو نوت وايش؟ و كيو 1. اند ما بين كيو نوت و كيو 1 عشان يكون معادله من الانبوت فانكشن للجي. طيب هذا هو نوع من الكاونتر اللي هو اب كاونتر سينكرونوس. ليش سينكرونوس؟ شوف تلاحظ الكلوك هنا داخله على اول فلوب فلوب وثاني فلوب فلوب ايضا وثالث الفلوب، يعني على كل الميموري اليمنتس يتغذوا او يشتغلوا بناء على نفس الكلوك سيجنال. المثال الثاني هو نفس التصميم، اب كاونتر من 0 الى 7. ملاحظه هنا بس يعني فات الرقم 7، اكتب انت هنا ضيف كان و7 و7 ثم يعود مره ثانيه ايش؟ الى 0، ولكن باستخدام مين؟ التي فليب فلوب. حنعتبر انه الستيت ماشين ديجرام اللي كوناها في المثال السابق، ثم اولا ايضا الستيت تيبل برضه الخطوه الثانيه اللي كوناها في المثال السابق، لذلك قال في اعتمادا على الخطوتين السابقتين. نيجي نكون الاكسيتيشن تيبل، هو نفسه هذا اللي هو النكست ستيت تيبل او البينري ستيت تيبل. ثم نشتق معادلات التي 2 والتي 1 والتي نوت. كيف نشتق؟ انه طبعا هنا هذا البرين ستيت 0 وهنا 0، ما فيش تغيير فهي بزيرو. تعال شوف هنا 0 0 ما فيش تغيير فهو بزيرو. اذا في اي تغيير ما بين البريزنت ستيت والنكست ستيت من 1 الى 0 او من 0 الى 1، فتكون معادله او قيمه التي 1 التي بكم؟ ب 1 بلوجيك 1. وهكذا كون قيم التي نوت والتي 1 والتي 2. ثم بعد ذلك نحتاج الى كم كارنف ماب؟ ثلاثه كارنف ماب، واحد خاص بالتي 2 والاخر خاص بالتي 1 والثالث خاص منه بالتي نوت. ونفس المعادلة تعطينا ايش؟ يا لوجيك 1 وهنا ايش؟ كيو نوت وهنا والبالنسبة للتي 1 والتي 2 عبارة عن ايش؟ كيو 1 اند كيو نوت اند كيو 2. هنا يمكن في غلط، تي 2 تعال نشوف هنا عبارة عن ايش؟ كيو 1 اند كيو نوت وليس كيو 2. هذا خطأ، هذا خطأ بسيط. اذا معادلة تي 2 عبارة عن ايش؟ كيو 1
and q not and q not وليس q2 هذا خطأ q2 q2 خطأ رسمنا الاخر خطوة اللي هو ايش البلوك ديجرام بنفس الفكرة هنا لوجيك 1 هنا من q not هنا ايش and ما بين q not وال q2 الرسم صحيح ما فيش خطأ ايضا ان البلوك داخل على كل الميموري اليمنتس او الثلاثه في الفلوب وبالتالي هذا ايش سينكرونس اب كاونتر هذه الدائره تؤدي نفس عمل الدائره السابقه باستخدام الجي كي ولذلك الثالث التصميم باستخدام الدي في فلوب هنا برضو حيعتمد على الخطوه الاولى والثانيه كما هي ثم النكست تيبل هذا كما هو ايضا ولكن هنا طبعا كان باقي لنا ايش نكون الدي فليب فلوب قيم الدي فليب فلوب الدي فليب فلوب قلنا ميزته ان عن بقيه انواع الفليب فلوب انه هو ايش هو نفسه النكست ستيب اذا هذا يمثل دي نوت وهذا والكي 1 تمثل دي 1 والكي 2 تمثل ايش دي 2 اذا هذا حنسقطه في ايش في الكارنت ماب الخاص بمن بالكي 2 واللي بعده سنسقطه في الكارنت ماب الخاص بالكي 1 واللي بعده سنسقطه في الكارنت ماب الخاص بايش بالكي نوت ايضا نفس الكلام هنا عند الاخر خطوه اللي هو رسم الشيت ماشين او البلوك ديجرام رسم البلوك ديجرام حتلاقي ان البلوك هي داخله على كل الفليب فلوب فهو سينكرونس كاونتر ما نلاحظه ما هو الفرق ما بين هذه الدائره والدائرتين السابقتين العمل نفس العمل اب كاونتر ولكن الفرق ان الدي فليب فلوب يحتاج الى لوجيك جيت اكثر من التي فليب فلوب واكثر من الجي كي فليب فلوب عند التصميم اذا هذه ملاحظه عند التصميم باستخدام الدي فليب فلوب قد نحتاج الى لوجيك جيت اضافيه اكسترنالي اكثر مما ايش نستخدمه باستخدام من الجي كي او التي فليب فلوب هنا الافضل نحن نستخدم ايش الجي كي او التي فليب فلوب عشان نقلل من ايش من عدد ايش اللوجيك جيت الاكسترنال وعدد الوايرنج وعدد ايش ويعني مساحه اللوجيك سيركت ديجرام او سيكونشال لوجيك سيركت المثال الرابع والاخير في تصميم الاب كاونتر سيكون ايش خاص بايش بتصميم داون كاونتر عكس السابق شوف السيكونس اللي مستخدم 7 6 5 4 3 2 و 1 هنا بس عفوا الغطاء ناقص و 1 ثم يعود مره ثانيه ايش يكرر هذا السيكونس 7 6 5 اذا اب داون كاونتر هنا لذلك هذا النوع كاونت داون كاونتر طبعا الست ماشين ديجرام اولا نكونها اول الستارت من الستيت كم؟ 7 لو ابتديت من الستيت 0 لا مشكله ستقول لنا ايش؟ ان ما بعد السبعه ما بعد الزيرو سيكون ايش؟ بعد ما هو داون سيكون السبعه وما بعد السبعه تعود مره ثانيه ستلاقي ايش في الاخر محصل لبعضه اذا السبعه بس المهم الاسهم هنا صحيحه باتجاه سليم ما بعد السبعه داون 6 ما بعد السته 5 4 3 2 1 0 ثم تعود العمليه من جديد تتكرر طبعا هنا سيستخدم ايضا الجي كي فليب فلوب هذا البريزنت ستيت وهذا النكست ستيت من وين من هنا اول ستيت 7 لو عملتها 0 ما فيش مشكله المهم انك حتعمل ايش النكست ستيت بطريقه سليمه لو عملت هذول الكومبينيشن في البدايه كما في التيبل السابق لا مشكله في ذلك ويفضل عشان الترتيب عشان حفظك للكرنف ماب والتشخيص للكرنف ماب هذا 0 0 0 النكست ستيت تبعه 7 السبعه النكست ستيت تبعه كم؟ 6 السته النكست ستيت تبعه لي 5 اللي هي داون كاونتنج لو قلنا لي الرقم 3 فالداون كاونتنج بعده ايش رقم 2 وهكذا ثم اشتق بنفس الطريقه معادله الجي كي فليب فلوب للثلاث انواع ثم سقط باستخدام كارنت ماب وتلاحظ هنا ممكن نسم كارنت بهذا الشكل او نسم بهذا الشكل العمودي فكله ايش كله زي بعضه لا مشكله لا مشكله استنبط او استخرج معادلات الانبوت فانكشن للفليب فلوب الثلاثه ثم رسم البلوك ديجرام وبالتالي هذا هو عباره عن ايش داون كاونتر لو قمت تنفذه باستخدام سيميليتور او باستخدام او في المعمل عندك لابد ان ايش مثلا تستخدم كلوك اوسيليتور ولكن تكون الكلوك سيجنال هذه بفريكونسي يعني كبير يعني مثلا نقول ايش 1 هرتز او حتى ممكن استحوذ عنه بايش باستخدام ايش سويتش كل ما ارسل بلس تمثل الكلوك فهو يغير عشان ايش لو كنت تستخدم مثلا بتردد عالي فبالتالي مش حتلاحظ ايش العملية الكاونتنج وتنقل اعداد على ايش على الاوتبوت اذا وصلت هذا الاوتبوت الخاص بالفليب فلوب الاي والبين والسين على ليدات او ليدز لن تلاحظ ايش هذا يعني الاوتبوت المطلوب منك هوم ورك انك
يعني تضيف دائرة اللي هي كومبينيشنال لوجيك سيركت بناء على ما أخذنا في الترم الأولاني، تقوم بتحويل هذه اللوجيك هذا القلم إلى من إلى 7 سيجمنت أو تظهرها على 7 سيجمنت. إذا يعني أنت بتصمم كومبينيشنال لوجيك سيركت تقوم بالتحويل من باينري نمبر من ثلاثة يعني 3 بيت انبوت إلى 7 سيجمنت اللي هو 8 بيت اوتبوت، فتشتغل تكون التيبل الخاص بكومبينيشن لوجيك سيركت 3 باينري من 0 الى 7، وما هو الزيرو كيف نظهره على 7 سيجمنت، ال A وال B وال C وال D وال E وال F كلهم 1، الديسمال بوينت ممكن تتغاضى عنها، وهكذا لو اريد اظهر الرقم 7 حيكون ال A وال B وال C فقط لوجيك 1 والبقيه ايش؟ لوجيك 0 وهكذا. هذا عليكم ورك في هذه المحاضرة، شكرا جزيلا.